زون ميكس. رجعنا من جديد في زون ميكس نحكي على انديتنا في المسابقات الافريقيه. البدايه في بعكاس الكاف والسي اس اس، نذكر حاليا الترجي متقدم على ملعب التونسي في الدقيقه 77-1 بلاش ما دفع عبد القادر البدران. الحديث اكثر عن القرعه اكيد نتاع لانكار دو فينال في كاس الكاف بين السي اس اس وكذلك جي اس كرا شبيبه القبيله. معنا اللاعب السابق للسي اس اس طارق سليم نحكي معاه اكثر على التراج هذا. طارق اهلا بك. اهلا مرحبا بك خويا، مرحبا بك هذا مسلم. شنو احوالك شنو الامور؟ الحمد لله ربي يسر. الحمد لله. به كيفاش شفت القرعه طارق؟ ماتش مع جي اس كاش هيبه القبيل، مواجهه تونسيه جزائريه كلاسيكيه نقولوا ديربي مغربي، كيفاش تشوف الماتش؟ والله هو ماتش كما قلت انت ديربي اول حاجه. باه النادي الصفاقسي ممكن ضيع الفرصه باش يكون الاول، يمكن كانت تكون قرعه معناتها اسهل شويه، لانه تعرف معناتها قد ما تمشي في الواحد قد ما تجيك معناتها قرعه اسهل قد ما خير، خاطر النادي الصفاقسي ماهوش مستوى في احسن حالاته باش نقول لك يواجه اي فريق، ولا فهمت النادي الصفاقسي ديجا في فتره معناتها صعيبه، فتره معناتها النتائج ماهيش طيبه، دونك ماذا به ديما القرعه تكون في المتناول. بالنسبه لي القرعه معناتها كانت صعيبه في الكاردو فينال، بتاتر بعد دومي فينال اسهل شويه كان يترشح، لكن شبيبة القبائل فريق محترم. الفرق الجزائرية المشكلة فيهاش انهم ما تنجمش تعدي عليهم بليغة الكورة، معناتها ساعات الفرق فما فرق افريقية ساعات حتى تكون ماكش حاضر تنجم تعدي عليهم كما نقولوا بكونتر اتاك باكسيون تنجم توفى الماتش. فرق الجزائرية عندهم الخباثة نتاع الكورة زادة وعندهم امكانيات فنية محترمة ومحترمة جدا. الكورة الجزائرية في السنين هذه راهي معناتها بحكم معناتها نتبعوا معناتها الكرة الجزائرية على خاطر معناتها فما ديزونتونور توانسة كيما الكوكي كيما كان يامن الزلفاني يدربوا، ولينا نتبعوا أكثر الكرة الجزائرية صراحة معناتها تحسنت بصفة غريبة بصفة كبيرة بارابور للكرة التونسية، معناتها تكنيكمون الملاعبية الجزائرية خير برشا من الملاعبية التوانسة. تو شفنا احنا مولدية الجزائر كيفاش معناها مع النادي الصفاقسي معناها ترشحت، شفنا مولدية الجزائر في بول صعيبة اللي فيها الاسبيرونس والزمالك ترشحت، دونك شبيبة القبائل ماهوش بعيد برشا على نادي المولدية، معناها بريسك يشبهوا لبعضهم برشا في الكاركتيرستيك نتاعها، معناها ايكيب التالي صحيحة وعندها كونتر اتاك معناها قوي برشا، معناتها سون تري رابيد وتكنيك. دونك المقابله باش تكون صعيبه برشا على النادي الصفاقسي. لكن القرعه طرق جنب مواجهه اقوى كما رجاء مثلا والا انما في ظل انه السي اس اس كان في الصف الثاني معناها. انا نقول لك حاجه، هو انيمبا مش صحيح ماهيش الفريق الكبير، معناتها انيمبا متوسط على الاخر. انيمبا معناتها ترشح يمكن الترشح نتاعو فيه وعليه ديجا. فهمت؟ اما الفريق اللي بالحق معناها كان اقوى فريق من المرشحين البارزين يمكن المرشح البارز هو فريق الرجاء. فريق الرجاء بالحق فريق محترم جدا، فريق الرجاء ممكن بلاصته في الشامبيونز ليج مش في الكاف، لانه فريق معناتها قوي معناها والمرشح البارز لوحده، لكن انيمبا بالنسبه لي كان جاء محظوظ النادي الصفاقسي راهو جاء ضد انيمبا. انيمبا اقل اسهل من شبيبه القبائل بالنسبه لي. انيمبا ما كانتش تترشح معناتها في ممكن كان ما كانتش تترشح جمله معناها لاخر لحظات ما كانتش مترشحه. انيمبا ترشحت في اخر لحظه بالهدف اللي سجلته ضد اورلاندو بيرات. طارق فما معادله صعيبه، السي اس اس اليوم مش في احسن حالاته، لكن في المقابل فريق سبيسياليست في كاس الكاف معناها يعرف يلعب مقابلات كاس الكاف. وين تشوف السي اس اس بين المعادله هذه؟ والله شوف الكاس الكاف معناتها هذوما احصائيات قديمه تقول لي صحيح النادي الصفاقسي خذا معناتها كؤوس عديده في كاس الكاف، يمكن اكثر فريق تونسي متوج يمكن حتى على الصعيد الافريقي من اكثر الفرق المتوجه بكاس الكاف، لكن النادي الصفاقسي تبدل تغير. النادي الصفاقسي ما عادش النادي الصفاقسي نتاع قبل، ماهوش النادي الصفاقسي نتاع 2013 ولا نتاع 2004 ولا نتاع 98 ولا نتاع 94 بصراحة. معناتها النادي الصفاقسي ما عادش الفريق اللي فقد النادي الصفاقسي فقد الهوية نتاعو، ما عادش الفريق اللي يخوف. الاسم نتاع النادي الصفاقسي قعد يمكن خاطر فما فرق برا ما تعرفش الحقيقة نتاع البطولة التونسية والحقيقة الصعوبات اللي يعيشها النادي الصفاقسي، قعد الاسم موجود نتاع النادي الصفاقسي، لكن احنا باسكو نعرفوا معناها وعايشين في تونس ونعرفوا
الفريق نتاعنا، نعرف ان بيسيرتي فقد برشا من الهويه نتاعو، فقد ذاك الهيمنه نتاعو، فقد ذاك لاسوندون بسيكولوجيك على برشا انديه حتى في تونس معناها مش كان برا. هذا هو المشكل. نادي الصيرفي توا يعيش في صعوبات ماليه كبيره. نادي الصيرفي مع مدرب ماهوش معناتها ما عندوش برشا درايه بالكره التونسيه ومازال يلوج على روحه. نادي الصيرفي الافكتيف نتاعو معناتها فيه برشا نقائص. دونك بصراحه المشكل علاش قلت لك انا القرعه كانت تنجم تكون اثر خاطر نادي الصيرفي، ولا القرعه تنجم تاثر عليه خاطر ماهوش الفريق اللي بالحق معناها صحيح وعندنا فيه ثقه. احنا انا كمتابع ولا كمحب لنادي الصيرفي بصراحه معناتها في اي مقابله حتى ساعات مقابله ثانيه ما عادش الفريق ما عادش يطمن معناها في اي مقابله تنجم تخاف من 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 خساره ولا من تعادل. متفائل طارق بالتأهل ان شاء الله ولا صعيب شويه المهمه؟ والله صعيبه المهمه بصراحه معناتها صعيبه معناتها نفس السيناريو نتاع مقابله المولديه معناها في اول الموسم صراحه معناتها الفريق خاصه في الفتره هذه راهو هي متشابهه لفتره ماتش المولديه. ماتش المولديه مازال تخرج فوزي بنزرتي وقتها وشد دانيس وما عندوش ثقه كبيره من الناس الكل. دونك جات المقابله هذيك مع بعض الغيابات شفنا معناتها النادي الصيرفي انسحب من الذهاب. بون المقابله هذه بتاتر النادي الصيرفي باش يلعب الذهاب في صفاقس، ولكن فريق الشباب القبيل في الفتره هذه احسن من نادي الصيرفي. ان شاء الله نقولوا على مقابله ولا على زوج مقابلات. ان شاء الله نادي الصيرفي يكذبني ولا معناتها يخلينا معناتها نشوفوا فريق خاطر ما قلت لك على زوج مقابلات كل شيء جيد، لكن منطقيا صعيب الترجي صراحه معناتها على اللي نشوفوا فيه. ولو معناتها نقول الكلام هذا وانا متاسف معناها هلا غالب، لكن هذه حقيقه يلزمنا نقولوها. يلزم برشا تحضير نفساني، يلزم برشا معناها عمل على الزوز مقابلات هذوما خاطر الزوز مقابلات هذوما ينجموا يخرجوا شويه النادي الصيرفي من الازمه نتاعو سواء الماليه ولا الفنيه. ان شاء الله واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك طارق. اكيد هذا نتمناه ان شاء الله السي اس اس هو اللي يكون متاهل، رغم اللي حسيت في نبره صوتك ماكش متفائل برشا. والله مالوريزمون والله صدقني ماذا بيا نكون متفائل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نادي الصيرفي ما يخيبناش رغم اللي كما قلت لك المهمه صعيبه شويه. ان شاء الله شكرا لك طارق سالم. بعد شويه باش يكون معنا بالتليفون سامي العروسي نحكي معاه ايضا على مقابله الاسبيرونس شباب الوزداد. 85 دقيقه لعب التقدم للترجي ديما 1 بلاش قدام ملعب التونسي، هدف عبد القادر بدران اكيد هدف يخلي الترجي رسميا بطل تونس للموسم الحالي. موزيكا ثم راجعينه.